ثم زاد التطبب الذاتي، هذه مشكله كبيره برشا. مساج دكتور خالد، ناخذ معك الكلمه، معناتها ما نقولش لي بارون يستسهلوا الحكايه، ولكن يقول لك هاوكا مثلا توا جارتي خذيت هذه النوعيه نتاع مثلا الدواء ولا نتاع، والله ولدها تفرهد، نجرب الصغيري ولا عاي جابت العلاج الطبيعي نبدا به برشا، خاطر سالوني عليه يفرهد والا لا فيما يخص التهاب القصبات الهوائيه اللي نجيبه، معناتها اللي ينحي زعما على اساس باش يخرج له البلغم فرهد ولا الدراسات الكل الطبيه العلميه اثبتت اللي ما ثماش حتى اي بينيفيس للعلاج الطبيعي. لا برونكو ديلاتاتور، لا برونكو دراشنيه. الوغ 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 صحيح لي كورتيكويد وال يقولوها في مضادات الشيشه، معناتها يعمل دي نيبوليزاسيون فيهم دوايات برونكو ديلاتاتور باش يوسعوا الجعب. هاي صحيت هذوك مازاد لا. هذوما زوز لا، ما ثم حتى اي داعي باش نستعملوهم، ما ثماش نحكيو على البرونكوليت بروميي ايبيزود اول مره. اول مره فوالا يمرض بها الصغير. دونك هذايا احنا في مستشفى الاطفال متفاهمين الاقسام الكل باش ما نستعملوهمش للصغيرات يرقدوا للبرونكوليت. صغير يستحق اكسجين، نعطيه اكسجين، يستحق تنفس اصطناعي، يهبط قسم الانعاش باش نستعملوا له تنفس اصطناعي. دون سو كالا مالا شنو الطرق العلاجيه؟ كنا نحكيو على فيروس ودخل في الجهاز التنفسي، دونك شنو نعملوا لهنا؟ مع الاسف ما ثماش كيما البكتيريا مضاد حيوي انتيبيوتيك، للفيروسات قله، اما ما ثماش مضاد للفيروسات وخاصه فيروس تاع البرونكوليت اللي هو في اغلب الاحيان 80% فيروس ريسبيراتوار سانسيسيال. دونك ما ثماش الصغير وقت والديه يهزوه للعياده عند الطبيب، الطبيب ما عندوش في الحاله هذه برشا سلاح باش ولا برشا امكانيات باش يفرهد هذاك الصغير. الحاجه الوحيده ويبدا متقلق الطبيب، صحيح مش يقول لك انا جبت صغيري، الوالدين جبت صغيري ونخرج ما غير حتى اي وصفه وما غير حتى شيء، لازم لهنا الوالدين يعاونونا ويفهموا لهذا ما فيهش دواء. شنو هو الدواء؟ هو تسرح له خشمه، نظف له خشمه، هذا الناس الكل تعرفوا بالفيزيول معروفه، وتم طريقه في الجمعية طب الأطفال حطينا ومضة على الشيء هذا كيفاش تصير الرضاعة، تصير بصفة معناتها متقطعة على شو، خاطر ما ينجمش يكمل الرضاعة، على خاطر هو مجهد ديجا وعنده ضيق في التنفس. دونك داير نحل اون بارونتيز، بالتليفون وقت تسأل الأم صغيرك تقول لك دكتور راهو مريضي ولدي تعب شويه، اول سؤال تساله له يكمل الرضع نتاعو ولا العاديه المسلسل العادية. ياخذها كان ما يخلطش باش يكملها، سيكو راهو ثم لازم يمشي للطبيب، على خاطر ممكن هذه علامه من علامات الخطوره تاع البرونكوليت بالطبيعه بعد ما تسرح له خشمه. داكوغ، دونك تنظيف الانف، معناتها تنظيف الانف كان ثم حراره، هي البرونكوليت ما تعطيش حراره كبيره، تهبط الحراره اي تعطيه ياخذ بصفه متقطعه اي في الرضع نتاعو طوال الحليب نتاعو. داكوغ، في 80 90% الامور تتعدى لاباس، اما هذا مصروف ونهز للكيناء ونعمل ديزاي غوسول وكورتيكويد، هذا كل تبذير تمال ما هوش منفع للصغير، الصغير اللي هو مجهد وتزيد تحط له ماسك يبدا متقلق. دونك هذا الكل نحيناه في لوبيتال دونفون، في لوبيتال دونفون من ليورجونس ما ياخذهاش النيبيليزاسيون ولي زيغوسول، وقت يرقد نقعدوا نتابعوا كان في العلامات.